السلام عليكم. الفيديو ده بإذن الله هنشتغل ترانزيانت بروفايل، هنعمل يونيفورم بروفايل 3D. احنا كنا عملنا الاستدي على اسطوانة زي دي كده، وقلنا كان مبدأ والبروفايل كان الفود ده القلت بتاعنا، الفلو بيخش من هنا. كنا عملنا زوم على الحتة دي وشفنا السايد فيو بتاعها. ده اليونيفورم بروفايل. احنا في الفيديو اللي فات خليناه بارابولا بروفايل زي ده كده. احنا النهاردة هنشتغل ترانزيانت ونخلي الماجنتيود بتاع، يعني ده اليو ده مثلا بيساوي 1 متر، ماشي، بير سكند. انا هخلي بقى اليو دي فانكشن في التايم. يعني ايه؟ يعني بتساوي مثلا تي. اليو بتساوي تي، يعني لو التي بزيرو يبقى اليو بزيرو، لو التي بوينت 1 يبقى اليو بوينت 1 متر سكوير، اليو تي بوينت 2 يبقى اليو بوينت 2 متر سكوير، لغايه لما توصل ان التي مثلا الماكسيمم بتاعها، الماكسيمم تايم هو نفس الماكسيمم فيلوسيتي، بس هنعمله يونيفورم. يعني يونيفورم بيتغير مع التايم، بيكبر مع التايم، تمام كده؟ يعني ده شكل التغير. لو ده التايم وده اليو، فده شكل التغير هيبقى لينير كده، تمام كده؟ اليو بتساوي تي، تمام كده؟ ماشي. نعمل الكود بتاعنا. لازم اول حاجه طب انت شغال نوت باد صح؟ انا مش محتاج اعمل كومبايل، انا مش محتاج اعمل رن، فانا ما جيبش اي دي اي زي ديف سي بلس بلس او فيجوال ستوديو او حاجه زي كده. لا، انا محتاج حاجه اكتب فيها كود بس. الكود ده هيبقى اكستنشن بتاعه دوت سي، اللي هو سي لانجوج يعني، وبعد كده هعمله هو المفروض هيحصل له كومبايل ويترن في الانسس فلو. انا مش محتاج ارنه هنا، انا محتاج اكتبه بس. طب انت ليه اخترت نوت باد بلس بلس؟ ليه ما اخترتش نوت باد العاديه؟ نوت باد بلس بلس بتفيدني ان انا ممكن اسيف اي فايل اي بقى اكستنشن، يعني سي دوت سي اللي هو سورس سي، سي سورس فايل، سي شارب، سي بلس بلس، كاف سكريبت فايل، جافا، فورترون، بايثون، ار، كل الانواع البرامج او اللغات اللي انت كنت تشوفها، باتش فايل، كل حاجه، يونكس، تكس ميكر اللي هو بتاع اللاتكس، كل حاجه. طب ده هيفيدني في ان انا لو سيفته كده واخترت ترانزيانت 3D، ماشي، وعملت سيف، هو كده لما اكتب اي حاجه هيفهمها كانه سي، كانه انا بكتب في سي اي دي اي، يعني سي لانجوج اي دي اي. مثلا لو كتبت فلوت بص هو بيساعدني وكمان بيلونها ازرق. لو انا كنت في تكست عادي ما كانش هيعمل كده، تمام. طب نبتدي الكود بتاعنا. لازم في الاول خالص احط له اللايبرري بتاعه اليوزر ديفايند فانكشن اللي هو يو دي اف دوت اتش. دي مهمه جدا عشان يبدا يفهم ان احنا شغالين يوزر ديفايند فانكشن. بعد كده اعمل ديفاين، ماشي، البروفايل بقى بتاعي لازم كله كابيتال، تمام. اول حاجه اسم البروفايل، البروفايل بتاعك ده هيبقى ايه؟ فانا هقول مثلا ترانز 3D، هو كده ترانز ده اسم البروفايل اللي هيخش قلت مثلا، ماشي. بعد كده محتاج احط له التي التايم والان في نورمال فيلوسيتي. لازم افهمه ان احنا شغالين انا كده البروفايل ده بتاعي هيبقى عباره عن ماجنتيود، وهو الدايركشن بتاع الفيلوسيتي نورمال تو باوندري، ماشي، حلو. بعد كده اعمل تو كيرل، قوسين كيرل، وافتحهم، وده اللي انا هكتب ده جواه بقى البروفايل بتاعي. بعد كده ثانيه واحده، ماشي. بعد كده محتاج اعرف له الايه الباوندري اللي انا هشتغل عليه، الفيس بتاع الباوندري اللي انا شغال عليه. فهو مثلا فيس، ماشي، تانجنت، ماشي، تانجنشن، ماشي، او تانجنت اللي هو مماس لل تانجنت للباوندري كونديشن. انا الباوندري كونديشن بتاعي ده عباره عن ايه؟ عباره عن فيس، صح كده؟ اللي هو ال ده، ولو 2 دي عباره عن ايه؟ عن ايدج اللي هو ده، صح كده؟ فهو الفيس تو تي ده التانجنت للفيس او الايدج، وهسميه اف عشان بعد كده اتعامل معاه، ماشي؟ حلو. بعد كده ايه؟ محتاجين بقى نعمل اللوب اللي احنا نعمل فيها الايه؟ الفانكشن او البروفايل بتاعنا، اف لوب. طب ايه اف لوب ده؟ ما انا مسمي الفيس اف، يعني اللي يبقى يعني بمعنى صح البروفايل اللي على الاف السيرفيس اف، اللي انا مسميها هنا اف. لو انا كنت مسميها هنا احمد مثلا، فلازم اعمل هنا بايه؟ بيجن احمد لوب، تمام كده؟ بس انا عشان مسميها اف، فانا لازم اطلع هنا
واعملها اف. اوكي ماشي. واعمل، طب انت محتاج ايه في اللوب دي؟ انا محتاج حاجتين، الاف بتاعتي والتي والتايم. ماشي، واعمل بردك اند اف لوب. ماشي، واحط الاف والتايم. ماشي، حلو جدا. بعد كده اعمل تو كيرل. ماشي، بعد كده اكتب البروفايل بتاعي بقى، بي اف بروفايل. تمام كده. محتاج اقول له ايه؟ انت محتاج ايه؟ محتاج الاف بتاعتك اللي انت تحط النورمال باوندري او الفيس او الايدج، ومحتاج التايم، ومحتاج الان في. تمام كده؟ ماشي، نورمال فيلوستي. حلو، ده هيساوي ايه بقى؟ احنا قلنا هيساوي ايه؟ هيساوي التايم. طب التايم ده اكتبه تي بس؟ لا، اكتبه كارنت. انا عايز الكارنت تايم، مش عايز التايم بس. التايم ده فاريبل، انا عايز الكارنت يعني دلوقتي. التايم بكام؟ بزيرو، يبقى الفيلوستي بزيرو. البوينت 1 فيبقى الفيلوستي بوينت 1. بوينت 2 يبقى الفيلوستي بوينت 2. فانا عايز الكارنت تايم بس كده، وهعمل سيف. ماشي، تعالوا بقى نروح. ماشي، نشوف الكلام ده. احنا كنا عاملين بسم الله الرحمن الرحيم موديل 3 دي سلندر، عملنا لنا المش والجيومتر، الجيومتر والمش والسيت اب هنا اهو. احنا هنرجع للسيت اب بتاعتنا، هنخليها ترانزيانت. ماشي، احنا الموديل بتاعنا هيبقى لامينر، وانا مكبر الفيسكوستي بتاعت الاير عشان يخلي الريلوز نمبر اقل من 2300، مخليها 0.01. اوكي ماشي. بعد كده الباوندري كونديشن، الانلت المفروض اختار بقى ايه؟ اختار ده الانلت بروفايل. بس انا هل انا محتاج ادخل الفانكشن اليوزر ديفاين فانكشن بتاعتي؟ مش انا سيفت الكود دلوقتي اهو دوت سي اسمه ترانزيانت 3 دي. طب ما ندخله في الانسيس. هعمله ازاي بقى ادخله في الانسيس؟ انا اختار يوزر ديفايند، اختار فانكشن انتربريت. ماشي، بعد كده اختار الاسم الفايل بتاعي دوت سي فين اهو، ستيدي 3 دي دوت سي، واعمل اوكي ومش هغير اي حاجه من هنا، واعمل ايه انتربريت. هو كده بتعمل له كومبايل عشان الانسيز يفهم. لو في ايرور هيظهر لي هنا، بس ان شاء الله مفيش ايرور. اوكي، هو كده خلص. بعد كده اروح على الانلت تاني، الباوندري كونديشن، اختاره بقى. بص اسمه ترانز 3 دي انلت. ايه ترانز 3 دي انلت؟ لو فاكرين كده هو ده الاسم اللي انا عرفته في الايه؟ للبروفايل، او ترانز 3 دي انلت. تمام، هو نفس الاسم. بعد كده هعمل اوكي. ماشي، بعد كده الميثود تعالى نختار بي اي اس او للترانزيت، بيبقى كويس. مش مهم، مش مهم الكنترول، مش مهم اي حاجه. نعمل، انا مش عايز احل، انا بس عايز. ماشي، تعالى مثلا دي نخليها اي رقم مثلا. بسم الله الرحمن الرحيم. نخليها اي رقم صغير كده، وده برضك خليه صغير، زيرو مثلا. ماشي، تعالى نعمل انشالايز. بعد كده لازم اعمل اوتو سيف عشان احتفظ، اخليها كل وان اتريشن او كل تايم ستيب بيسيف. بعد كده اعمل ران كالكوليشن، اخليه تايم ستيب 0.1، نمبر اوف ستيب مثلا 10، وهنا كل 30. انا مش عايز احل، انا عايز بس اشوف الباوندري كونديشن اللي بتتغير مع التايم ازاي، وهسيبه يحل بقى. ماشي، كل تايم ستيب هيطلع حل. ماشي، تعالوا نرجع لما يخلص. ماشي، اوكي تمام. طيب وخلص وكده، خلص ال 10 ثواني، قصدي ال 10 تايم ستيب. ثانيه واحده، انا عايز 10 تايم ستيب، عايز اشوف كل تايم او كل تايم الفيلوستي البروفايل عند الانلت هيبقى عامل ازاي. تعالوا نفتح الريزلتس كده ونشوف. المفروض ان هو هيبتدي بقيمه صغيره قوي اللي انا حطيتها الانيشال دي، اللي هو 1.10^5 او 1.10^4. بعد كده المفروض بقى هيبدا يمشي مع الايه؟ مع التايم ستيب بقى. اوكي، ماشي، ده شكل البروفايل. انا بس الفيكتورز مبينه قوي ان هي ماشي. هنخليها مثلا 500 عشان يبقى شكلها كويس شوية. 200، نخليها فيرتكس. ماشي ماشي ماشي، ده واحد اهو. طب ده عند انهي تايم؟ ده في الاخر خالص لو ملاحظين. بص تعالى نجيب عند الزيرو اهو، زيرو. ماشي، مفيش فيلوستي. طب تعالى نجيب عند بوينت 1. بص بدأ يكبر بقى، ايه
بقى الفيلوستي بكام؟ 0.1 اهو. تعالى نجيب عند 0.2 المفروض يبقى الفيلوستي بكام؟ عند التايم ب 0.2 سكند المفروض التايم يبقى الفيلوستي بكام؟ 0.2 اهي كبرت شويه. طبعا 0.3 الفيلوستي قلت هتبقى بكام؟ المفروض 0.3 بالظبط. عند 0.7 مثلا 0.7 طبعا عند 1 المفروض في الاخر اديني ايه؟ اديني 1 صح؟ تعالى بقى نشوف احنا عملنا لاين عند القلت واخدين دايمتر كده معين هو ده. تعالوا نشوف بقى ايه الشارت بتاعه يبقى عامل ازاي. معلش انا اسف بالظبط. ايه ده هو ليه اصلا نازل في الاخر؟ خلي بالك ان انا عامل نو سليب كونديشن على الوولز اللي هي هنا اللي هي دي، فبالتالي الفيلوستي هتبقى يونيفورم قوي بس هتيجي في الاخر. انا هنا زيرو يعني هنا زيرو ماشي، هفوت في الاخر هتنزل لزيرو وهنا فوق بردك زيرو فهتنزل بردك لزيرو، فتلاقي بدل ما البروفايل عامل كده مستطيل هيبقى عامل شبه منحرف كده. هو مش قوي كده، فوت حاجه شارب كده كده فاهم انت؟ عشان بس يساوي زيرو عند الوولز تمام كده، عشان كده باين كده. فتعالوا بقى نبين الحته دي قوي هنا. تعالوا مثلا ايه نعملها عند الزيرو الاول. بص حاجه في 10 اس ناقص 5. طب تعالى عند 0.1 السرعه تبقى كام؟ 0.1 اهي. طب عند 0.5 السرعه تبقى كام؟ 0.5. طب عند 1 السرعه قلت هتبقى كام؟ 1 تمام كده؟ حلو ماشي. احنا كده عملنا يونيفورم بروفايل بيتغير مع التايم. الفانكشن بتاعت يو هي بتساوي تي على طول، فعند اي تايم هو نفس السرعه. الفيديو الجاي ان شاء الله هنعمل بقى حاجه زي بارابولا بروفايل بيتغير مع التايم. ايه اللي بيتغير مع التايم؟ الماكسيمم بتاعه، القيمه هنا القيمه دي تتغير مع التايم. ده اللي هعمله الفيديو الجاي باذن الله. تمام. السلام عليكم ورحمه الله.